حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم. بعد التحية دعني سيد أحمد أن أقتبس من كلمة سعادة الوزير الخارجية السعودي حينما قال يا أبيض يا أسود، وأن لا يمكن أن نذهب لدعم الإرهاب قليلا ومن ثم العودة إلى الحوار. ولكن وزير الخارجية الإماراتي بعد قال بأنه لا يمكن أن نعيد العجلة مرة أخرى. قطر دخلت في الحوار، دخلت في توقيع اتفاقيات، ولكنها عادت مرة أخرى ونقضت هذه التعهدات. ما تعليقك حول هذه؟ شكرا على هذه الفرصة المتاحة لأفكاري المتواضعة. وما يجيس في صدري هو ما يجيس في صدر كل مواطن عربي خليجي، خليجي عربي، إذا عربي عربي. قطر التي نعرفها هي قطر، قطر الثقافة، قطر العلم، قطر دار الكتب الوطنية، قطر اللي عايشناها وكنا نسافر إلى أن مجرد أن ندخل الدوحة علشان نشوف المطبوعات والمنشورات العلمية والفكرية الثقافية. قطر آل ثاني، قطر آل ثاني اللي عاشرتها أجيال ومن ضمنها اللي ناسلة من جيلي. نعم. هم نفس اللي عندهم طموحات أن نحن في دول الجوار نبقى تحت شعار يا أبيض يا أسود. يعني حتى الحوار نفسه، الحوار نفسه، الحوار الخليجي الخليجي الودي يؤدي إلى بيت الداخلي. يعني الآن عندما تولى سمو أمير الكويت المبادرة كانت رحاب الخليجية الخليجية ولا زالت، يعني ما في أي أطروحات أن نجيب لك إيران ولا تركيا وتحط على الخط على أساس أن تكمل المسيرة، مسيرتنا أبناء العم في البيت الداخلي الخليجي. وكل الاجتماعات التي تكررت لحد الآن تسعى إلى أن لا تتكلل بالفشل. يعني كل المساعي الآن قاعد تحس أنه تحاول المسيرات إلى إكمال الإصلاح وليس إلى التشنج وإلى الإثارة وإلى يعني بعض النعرات الطائفية اللي تصير في العالم بشكل عام. نعم. بعض المناورات اللي تصير تحس أن السعي إلى الدمار، يعني المستهدف هو الدمار. هنا تشوف أن كل ما تعنت زاد، كلما زاد إعادة هيكلة الأوراق. يا جماعة إياك وكذا وعلينا بكذا، علينا بكذا لأننا كنا كذا. الإرهاب لا رسالة لها في المنطقة، لا وجود لها في المنطقة، هذا دخيل على المنطقة. الكل يعلم الجزيرة العربية جزيرة منطقة مسالمة متداخلة بين أبناء العم بمهن متواضعة، مهنة الحب، مهنة السلام، مهنة الرزق والكسب المعيشي بالأمن والأمان. فبالتالي ما لا يوجد هناك السلام عالمي مغطى مغلف بالإرهاب. ولكن يعني ما زالت قطر لم تستوعب الدرس. في اعتقادك إلى أين تتجه قطر اليوم في حال استمرت في سياسة هذه المكابرة والتصعيد؟ أنا أرجع إلى طموح الإنسان القطري قبل العربي غير القطري. يعني أتوقع كل قطري يحب يكون هو جزء من المنظومة الاقتصادية الإقليمية الجغرافية الجيولوجية الخليجية ذاتها. يعني كيف إحنا نقدر نعايش في مجتمع متداخل؟ التضاريس والظروف البحرية والبرية تفرض علينا أن نكون بجوار أبناء العم ونبحث عن السلام من خلال أتاتورك ولا أردوغان ولا ما أقصد يعني إساءة لأي دولة، مع احترامنا لكل القيادات العليا. اليوم الجزيرة العربية محاطة بطريقة معينة، الله أكرمنا ببلاد خادم الحرمين بحيث أن هي تبقى في الواجهة وهي تتبنى دائما الأمور اللي هي لا يجوز التجاوز على خط الأحمر. فرأي القيادات العليا على الرأس والعين، ونحن مع يعني قلبا وقالبا. نحن كشعوب كمواطنين نأمل أن هذه المسيرة لا تتكلل بنوع من التصلب والعناد المتكرر. أتمنى أن الموضوع، أتمنى كإنسان عادي، يعني أمنيتي هنا هي أمنية الإنسان العربي، الإنسان العربي الخليجي القطري قبل غير قطري. الكل يأمل أن أبناء العم يتكاملوا. والآن هذه الاجتماعات التي تكررت وحتى الأخيرة التي كانت في البحرين كلها مساحي لإعادة هيكلة القضاء على العناد.
على العناد وعلى الإرهاب، على تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين. نعم نعم، أنت كملت الكلمة الثانية، لأن كده بيقول لك القضاء على العناد، فبالتالي القضاء على الإرهاب، هذا اللي كنت أحب أكمل. نعم. فأحب أقول أن إن شاء الله ربنا يعني يقدرنا أن ما يكون بين أبناء العم نوع من الخط الدخيل اللي يحاول يزرع الشقاق بيننا. أنا نعم. هذا من دبي يعني الكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم، شكرا جزيلا لك.